فمن فضل الله على الإنسانية، من فضل الله على المؤمنين أن جعل عبادة الذكر، عبادة ذكر الله، من أعظم العبادات وأيسر العبادات، عبادة لا شروط مسبقة لها. عبادة الذكر لا يحدها وقت ولا زمان ولا كيفية، وهي العبادة الأيسر والأسهل والأعظم عند الله جل جلاله والأعظم أثر. وإن كانت عبادة الذكر لا تقتصر أيضا على لون واحد من العبادات، فالصلاة ذكر، إذ يقول تعالى: أقم الصلاة لذكري، والدعاء ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والعلم ذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضلا عن ذلك كله، فالذكر بأنواعه ذكر أيضا. لذلك كان المطلوب دائما من المؤمنين كيف يكونون في حالة الذكر في كل وقت، في كل زمان، على كل حال أيضا. فنجد قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي والتسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد أي والتسبيح والحمد، وله الحمد في السماوات والأرض أي في كل مكان، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وعشيا الوقت من بعد الزوال إلى الغروب، وحين تظهرون حينما تدخلون في وقت الظهر، فلم يبق لنا وقتا إلا ويجب أن يكون المؤمن في حال ذكر لله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر هذا. ولذلك كانت الآية الأخرى قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أن المسلم من شأن أن يكون ذاكرا لله في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، أي وما دام أن الله لم يخلق هذا الخلق باطلا فإنما خلقه لأجل حقيقة واحدة، أن نكون عبيدا وعبادا لله سبحانه وتعالى، وإلا فغير ذلك هو الباطل بعينه. ولذلك لم يكن شأن المؤمن أن يكون ذاكرا وحسب، بل وما جاء الذكر في وصف المؤمنين إلا ووصف بالكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك كان من وصف المنافقين في الواقع: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن حتى المنافقين من شأنهم أنه كأنك تجدهم ربما ذكروا الله لكنهم يذكرون الله قليلا، وهم في ذلك مراؤون للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لابد أن نتأمل، بعض الناس يتنهاون في هذه العبادة وأبعادها وحقيقتها وجوهرها وآثارها. نتأمل في الآيات القرآنية عندما نقرأ قول الله تعالى وهو يصف المنافقين في علاقتهم مع يهود، فيقول سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عندما تقف مع هذا اللفظ استحوذ، وهي في الأصل تقال لمن يقود البعير والإبل، فيقال حاذ الإبل إذا تمكن منها من جهة وساقها سوقا عنيفا من جهة أخرى، فهذا الشيطان يتمكن من هؤلاء تمكنا مطلقا ويسوقهم سوقا عنيفا،
في قلوبهم، في مشاعرهم، في أهوائهم، في أقوالهم، في مواقفهم، ماذا كان سبب ذلك، أو ما الطريقة التي سلكها الشيطان حتى يستطيع أن يستحوذ على عقولهم وقلوبهم وأفئدتهم ومواقفهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن لما نسي بعض الناس ذكر الله تعالى كانوا مطية للشيطان مباشرة. النتيجة والأثر المترتب على ذلك أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لذلك أحيانا الإنسان يتأمل عندما يجد طاغية من الطغاة يقتل بدم بارد، يقول في نفسه ألا يتذكر هذا في لحظة أنه سيلج قبرا وأنه سيقف بين يدي الجبار ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، ألا يتفكر في ذلك؟ عندما يرى إنسانا يأكل الحقوق ويعتدي على الآخرين، عندما يرى عالم أو يسمى عالم في نظر الناس أو يسمى قارئ في نظر الناس، فتجده يفتري على العلماء ويفتري على الصالحين ويكذب ويوالي الطغاة ويوالي الصهاينة إلى غير ذلك، ويدافع عن دولة العدو المجرمة. قل ما شئت من هذه الجرائم، عندئذ تعرف التفسير من كتاب الله سبحانه وتعالى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لا شك أننا إذا أردنا أن نتحدث عن الأمراض الخطيرة التي قد تصيب أفرادا أو تصيب مجتمعات نتيجة نسيان الذكر بأنواعه، فلا بد ذكر فيه صلاة والصلاة بخشوع، ولا بد ذكر لله تعالى فيه حضور قلب، ولا بد من ذكر هو فكر وتفكر في اليوم الآخر وتفكر في آلاء الله وهذا الكون مع خضوع وحب لله جل جلاله، ولا بد من ذكر هو العلم ولكن مع رسوخ فيه، ولا بد من ذكر هو القرآن العظيم ولكن مع تدبر في تلاوته. فعندما ينسى بعض المسلمين، وأقول بعض، فتنتشر ظواهر مرضية عند بعض أيضا، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الهيئة الاجتماعية، فيقال ظواهر اجتماعية مريضة. ينتشر فينا من الأمراض أثرا عن الغفلة عن الذكر، كثرة المجاملة، كثرة المراءة، كثرة المصانعة، كثرة المداهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، وعلى حساب الحق. من غير أن نطيل في الذكر، الاستئناس مرض آخر، الاستئناس بالهرج، بالمرج، باللغو، بالثرثرة، على حساب العبادات أيضا، فتجده يتثاقل في العبادات، تجده يتذمر من العبادات. لكن أن يوقفه أحد في الشمس ساعة يلهو ويلغو، أو أن يمضي الساعات في باطل أو في لهو أو في لغو أو فهذا لا شيء فيه. عندئذ سيكون عنده من القوة الجسمية ما يكون. وقد حذرنا الله من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من الأمراض التي ربما أصيب بها بعض، وعلينا جميعا، ولا أبرئ نفسي من ذلك، أن نحاسب أنفسنا بدقة، وهي أثر عن غفلة عن ذكر الله، بل عن الذكر الكثير. لأن الله تعالى كما قلنا وقال، بل قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا، وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا. عندما تجد في الواقع أن هذه العبادات تنقلب شكلية عند بعضهم، بل منة، صحيح لا يقول ذلك بلسانه، ولكنه بحاله وقلبه وواقعه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شوفوا الافتراء على الله وعلى رسوله، عالم جليل
يريد أن يبين للناس أن الله غني عن حجنا، أن الله غني عن عباداتنا، نحن المفتقرون إليه في عباداتنا، نحن المفتقرون إليه في كل أحوالنا، ضمن سياق كلام متصل. فيفتري مفتر ويعد نفسه قارئا ويتهم الاتهامات. إذن في الواقع كم ابتعد بعض المسلمين عن حقائق الإسلام، وعندما نجد أن بعضهم أصبح ميزانه في الحكم على الآخرين ميزانا دنيويا ماليا وحسب، بمقدار ما عندك من مال وزنك عندي. وقد بين وحذر سبحانه وتعالى من ذلك قائلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هذا متى يحدث أن تصبح موازيننا دنيوية في الواقع؟ عندما يغفل هذا القلب ليس عن الذكر، بل عندما يغفل هذا القلب عن الذكر الكثير بخضوع وخشوع وحب وتعظيم لله سبحانه. لذلك انقلبت العبادة عند بعضهم شكليات وطقوس فارغة. أتريد دليلا على ذلك؟ إذا تهيأ له بعضهم، طبعا إذا تهيأ له حج النافلة، وأقول النافلة وفيها ما فيها من ترف، وفيها ما فيها من صرف وبذخ، وفيها ما فيها من وجاهة وجاه ورياء وتصنع ومظاهر، فتجده يقبل على ذلك. لكنه إذا قيل له صدقة لإنقاذ مريض أو إنقاذ طالب علم، تجده هو الشحيح في ذلك، هو الذي يتعلل بتعلات مختلفة بعضهم في هذا الأمر. أما أن بعضهم أصبح يختار السهل من العبادات ويمن بها على الله سبحانه ويرضي بها نفسه، ويظن أنه قد دخل جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن قطعا لا نتألى على الله في حق أحد، والله أعلم بالقلوب ولا نقصد أحدا بعينه، فالله أعلم بخلقه، إنما نتكلم عن بعض المظاهر التي ربما روجها إعلام يسمى هذا الإعلام دينيا ذورا وبهتانا. وقد حذر القرآن من ذلك مبينا أن هذا النوع من العبادة إنما هو اختيار المنافقين، عندما قال سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. فهذا حال بعضهم، عندما تجد حال بعضهم، وللأسف ربما انتسب إلى الدعاة، يقدم السنة على الفريضة ويضخم السنة مع أهمية السنة. نحن لا نقلل من سنن رسول الله، حاشا وكلا، ولكن عندما يقدم السنة على الفريضة ويضخم السنة، وربما كان معتمدا في ذلك على حديث ضعيف أيضا، عندما تجد بعضهم مثلا، ونحن في أجواء الحج ما زلنا، خير الدعاء دعاء عرفة، حديث ضعيف، لكن لا شك أن يوم عرفة يوم عظيم، ولا شك أن النبي ألح في الدعاء يوم عرفة، ولا شك أن من أعظم العبادات الدعاء والانكسار إلى الله تعالى. لكن ماذا يبني على ذلك؟ يقول لهم: لا تقل لي صدقة في يوم عرفة، لا تقل لي صلاة في يوم عرفة، لا تقل لي جهاد في يوم عرفة، لا تقل لي لا تقل لي، فقد دعاء. من قال لك ذلك؟ ثم يقول بعد ذلك: والدعاء يوم عرفة أفضل من دعاء ليلة القدر. من قال لك ذلك؟ والقرآن يبين أن أعظم ليلة هي ليلة القدر. وإذا ترك يوم عرفة فجاء ليلة القدر، فسمعت كلامه تجد يقول لك: وليلة القدر أفضل شيء. ما هذا التناقض؟ هكذا يريدون أن يدغدغوا عواطف ومشاعر المسلمين فتختل الموازين الإيمانية في هذا الأمر. هذا لون ومظهر في الواقع من مظاهر هذه الأمراض التي نعيشها أحيانا، أثرا عن بعدنا عن الذكر، بل كثرة الذكر مع حضور القلب والخشوع والتعظيم لله. أما إذا جئنا نتكلم عن أمراض أخرى كالتشدد والتنفير والتفرق واحتقار الآخر وسلوكيات في مساجدنا تنفر الناس من عباداتهم، فأعتقد أنه سيطول المقام بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.